لذلك أنا أتوجه إلى الشعب الجزائري الأبي، لكل إخوان الجزائريين الأشقاء، لأكن لهم أنا كل الاحترام والتقدير، رجال بما تحمله الكلمة من معنى، رجال أشراف من الشعارات ديالهم إبداع حتى في الشعارات، إبداع الإبداع الإبداع حتى في الشعارات، ما تقدروش على الشعب الجزائري يا الشعب المغربي، أنا نقول لكم الإبداع حتى في الشعارات، خرجوا كلمة واحدة ما بقى فيها لا حنا أمازيغ ولا حنايا ديال الاخرين عندهم الامازيغ وعندهم هذوك. المهم غادي تحضرني هذيك الكلمه. المهم ما بقى فيها لا حنا كذا ولا حنا امازيغ ولا حنا عرب ولا هذوك كذا ولا هذوك كذا. الشعب الجزائري كله خرج للشارع، توحد وخرج للشارع كله، جميع الاطياف ديالنا كله، صغارا وكبارا، شيوخا ونساء ورجالا، كلهم خرجوا وتعلموا تعلموا تعلموا، دازوا حداكم ثورات ديال العالم العربي كله، دازوا حداكم، ما بغيتوا تتعلموا حتى من شي وحده، حتى وحده ما بغيتوا تتعلموا منها. لذلك انا اتوجه الرساله للشعب الجزائري الابي، لهاد الثوار لهاد الاحرار، كنتوجه لهم وكنقول لهم عندكم ردوا بالكم، يسرقوا منكم الثوره ديالكم ابو ظبي. علاش 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 تبيننا وبين بوصنداله كاع رجليهم مشققين تدفع فيهم 100 ريال، شي 100 ريال الشقفه، هذوك الرجل ديال الخليجيين كاع مخير فيهم رجله مشقوقه، امير ولا وزير ولا بكثر الصنادل اللي كيلبسوا، ها رجله مشقوقه، غادي يولي هو يعطي التعليمات، ها يعطي التعليمات ويديروا لنا السياسه لمنهم قبل منهم تاريخيا وفكريا، فايتينهم بسنوات ضوئيه، غير المكلخين غير الحمير زيروات على ريوسهم، ها غادي يوليو هما اللي كيعطيو السياسه للمغرب. حنا يا راه ماشي عطاونا، حنا راه عطاونا تشبعوا، غادي يوليو هما كيعطيو السياسه للقياده الجزائريه شنو خصها دير، من عند جهاله كانوا والو، ما عندي ما هم لا لا، راه كنعرفهم انا مزيان 14 عام وكنت خدام معاهم في وسط الجيش ديالهم كاع اكثر من هادشي. وهذاك محمد بن زايد انا تلاقيت معاه جوج مرات مباشره مباشرة، والجيش ديالهم كنعرفو كامل، كنعرفو وكنعرف ما يدور الداخل والتمارين ديالهم وداكشي كله كنعرفو. الشعب الجزائري لان ما كاينش مواجهة خرجوا سلميا، معظم الاطياف ديال الشرطة الجزائرية والقوات الجزائرية كلها حيدت الكاسكات ودخلات مع الشام، رجال انهم ولادهم عائلاتهم شي مناسب مع شي خوت شي، ها ديالنا استغفر الله، راه والله تيضرب خوه يضربو، بكثرة العبودية من جد راه يضرب خوه يضربو، لو كون يلقى خوه هو مردة ولا اخر استاذ خوه يضربو يهرس له الراس ديالو. فلذلك انا اتوجه بالنداء للشعب الجزائري الحر الابي باش يردوا بالهم، باش ما يرضاوش باي تسوية خاوية ويدوروا عليهم ويوقع لهم موقع لمصر، حذاري لان المتربصين كثار بكم، والشعب الجزائري شعب المليون شهيد، والشعب ماشي بـ 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 بالسهوله اللي كتفكروا راه غتقدروا تسيطروا عليه. فلذلك اتمنى باش يخرجوا العقلاء والرجال من الشعب الجزائري وهم بالـ 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 بالملايين، انا عارف، وبل عندي اصدقاء وتلاقيت معاهم برا المغرب وبرا الجزائر من الجزائريين المهاجرين اللي هما نوابغ علماء ويحتدى بهم يحتدى بهم. فلذلك تحية إلى الشعب الجزائري الأبي الشقيق، وكنتمنى الشعب المغربي يحدو حدواه ويدير غير ربع من اللي دار، وإلا ما غيقدش غير يسكت يسكت وما يبقاش لسانه طويل على خوته الجزائريين، لأن برهنوا على أنهم رجال أكثر منكم، رجال أرجل منكم وأشرف منكم، وما ما 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 عندكمش ما كاينش وجه المقارنه بينكم وبينه، فبلا ما قابوا والو الطباله الغياطه عندكم الشطيح والرديح، ما بقاوش نضحكوا على بعضياتنا. فلذلك الا ما سميتوش غير سكتونا من الصداع، غير بلا ما بقاو تهاجموا الجزائر والجزائر ديالو حنايا بلا ما ها غير سكتوا ولبدوا وريحوا وخليكم في العبوديه ديالكم، غير جلسوا انتم راه بحال هذاك اللي خرا وجلس على خريته وحاشا السامعين،
عرفت داك الاخر راه جلس على الاخريه ديالو راهو منتوما المغاربه هاد العبيد هادو ما تا دوك الرجال اللي بيناتكم راني تكلمت وقلت لكم راني هادوك هما اللي كيبقاو فيا دوك الرجال اللي ضايعين في وسط هاد الشميت وسط الكم الهائل ديال العبيد. قلنا هو الجزائر انا من هنا بعد احيي الشعب الجزائري على هاد النهضه اللي ناض ونجينا بغينا نفخرناهم يعني مع حركة الحركات اللي عندنا في المغرب. اولا احنا عندنا في المغرب دائما الشعب كيخرج على مطالب خبزيه. المغاربه مضروبين على كرشومه صاحبي خبز واتاي الموضوع غالي عليا وهذه المسائل هذه بينما الجزائريين خرجوا بمطالب سياسيه ازاله هذاك النظام كله لو سيستيم كله يمشي في حاله. من الاشياء الجميله اللي عجبتني انا في هذا الحراك وهنا كتبين لك الوعي ديال الشعوب لان لا سيما هضرنا شحال من مره راه الوعي ديال الشعوب هو اللي كيدير الثورات راه الشعب متخلف ما غيديرش لك ثورة غيدير لك غير فوضى وحتى الا دار شي حاجه ثق بيا بان غادي يجيو الخرافيين البراقيين غادي يسحبوها ليه من تحت رجليه هو حل فمو كيطبل ويزمر من الفوق حافظ على المخزن. بينما الجزائر اليوم صاحبي انا سمعت بعض الفيديوهات ديال الناس اللي كاع المسؤولين كاع ديالهم كتشوف بان اولا حتى من داك الرايه الامازيغيه الدرابو الامازيغي ما كاينش وهذا شيء جميل في حد ذاته ماشي لان عندي انا شي حاجه ضد الدرابو الامازيغي ولا شي حاجه ولكن الناس العقلاء غادي يفهموا هذا الكلام لان هذاك الدرابو كيرمز الى تمزغه الكبرى تمزغه الكبرى راها شاده من مصر الى جزر الكناريا الكناري سما كيما بغيتي تسميها اذا هنا فاش كتخرج بهذاك الدرابو راه كتعطي واحد الصيغه اخرى لهذاك النضال وكانه واحد النوع من الانفصال او نوع من سميتو مما يعني كتقدر تعطي الحق حتى للنظام انه يلقى حجه فين يجي يطحنك وحتى المظهر الديني هذاك المظاهر مع العلم انهم كيخرجوا نهار الجمعه سمعتهم كيقولوا ما خصش يكون يعني مظهر التدين وداك الشيء باش عاوتاني نفس المشكل يعني اللي هضرنا عليه كساسوا من الناحيه الدينيه او من الناحيه العرقيه دونك هذا كبير واللي عجبني مازال هو تمت الاستجابه صاحبي ماشي بحالنا حنايا حنا الريف كي ياكل العصا فينكم نقسموا ما نقسموا ان لا نخونا اياه خشاو اللي خشاو في الحبس هي من المدن الاخرى كتفرج صاحبي هادشي المغربي شحال مدلول يعني المصريين داروا النفس وقاوموا وهذا خرجوا بانوا صدقوا ناس يستحقوا اسم الانسان لا المراه ديالهم ولا الرجل ديالهم توانسه لا المراه ولا الرجل ابطال ويستحقوا اسم بشر لي زارجينيان كنت سحابني طفاوت انا كنت نقول واش هاد المصيبه بحالنا واخا ما تاريخهم مبدل علينا دوله المليون شهيد ناس 123 عام المقاومه صح اخوها صدقوا نساء احرار ورجال احرار وخرجوا للشارع ابقى الشعب كله المغربي هذوك في الريف قتلونا بقاو تابعين الدراري الموت ولا المدله الموت ولا المدله الدراري مساكن ضحاوا براسهم وتلاحوا في عكاشه تما والعتابي مات وهذا وما رجعوا هما للمدله عاوتاني قال لك لا دابا غير المدله طومبورير محكه راه المخزن محاصرنا يعني من اللي كان الزفزافي وكان جلول وكان حمجيق وهذو ما كانش المخزن محاصرهم داك الساعه كانوا تيحبسوا كانوا تيسكتوا درتوا لهم العبد زطم صدام ودقلبتوا عليهم بحال ديال شغل المسناوه نسيتك يعني بزاف ديال الامور اللي لا وجه للمقارنه بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. الشعب الجزائري او الامازيغ الجزائريين انتزعوا يعني يوم عيد ديال السنه الامازيغيه، الشعب الجزائري قدم الشهداء 1.5 مليون شهيد في الثوره، الشعب الجزائري ما خانش الشعب المغربي، الحسن الثاني هو اللي خان الشعب الجزائري وخان قاده الثوره كيف ما كنعرفوا. وباعهم لفرنسا باعهم للمستعمر بينما المغاربه
كنعرفوا التسامح ديال الشعب الجزائري مع الشعب المغربي، مسموح لهم انهم كيدخلوا يخدموا في الجزائر. عمرك شفتي شي جزائري جاي يخدم عندنا في المغرب؟ سير دخل تلمسان، دخل الوهران، سير دخل العاصمه الجزائر العاصمه، المغاربه منتشرين تما كيتعاملوا احسن معامله، ما عندهم حتى شي يعني حتى شي حزازات مع الجزائريين. الجزائريين كيعاملوهم احسن معامله، كيخدموهم باحسن الاجور في احسن ظروف ديال العمل، كيخدموا الجامعه. كانوا عندي كثير من الاصدقاء كيمشيو للجزائر وكيرجعوا من الحي ديالي، كنعرفهم كي يعني عندهم واحد يعني واحد الارتسامات على الجزائر، ان هذا ولا جيده، شعب جيد، كيعجبهم انهم كيتصابوا بالاعجاب بالشعب الجزائري. باش نكونوا واضحين في هذه الامور هذه، باش ما نبقاوش نضحكوا على راسنا ولا نكذبوا على راسنا. اولا الشعب الجزائري كما قلت لكم ما كيصيفطش البنات ديالو يخدموا في الدعاره، لان الشعب الجزائري هادشي باش كيعجبني الشعب الجزائري. ويعني اول شيء اللي غادي نقول لكم ان انا الجد ديالي ديال الوالده ديالي جزائري، باش نتفاهموا على واحد القضيه. ويعني لي فخر ان يكون الجد ديال الوالده ديالي جاي من الجزائر، الجد الثالث ديالي جاي من الجزائر، ولي فخر زعما بهذا الامر هذا. باش نبقاو حاطينكم في الصوره، ان هذا الشعب هذا اللي كنتم دائما كتهاجموا الحكومه ديال الجزائر، ما انا ما كنتفقش مع يعني مع الحكومه ديال الجزائر في التعاطي ديالها مع الشعب الجزائري ولا الديكتاتوريه اللي كاينه في الجزائر. كاينه ديكتاتوريه، كاين الحكم العسكري في الجزائر، لكن على الاقل كتستوعب الشعب ديالها، ما كيعيشوش الدل اللي كنعيشوا حنايا، ما كيركعوش. لو كان محمد بوتفليقه عايش العيشه اللي عايشها محمد السادس، كره للشعب الجزائري كلاه حي. باش تعرفوا هذه القضيه، يعني الشعب الجزائري كيعيش مزيان، كيعيش افضل من الشعب المغربي. كنقول لك الشعب الجزائري شعب يعني شعب جسور، شعب مقدام، شعب ما كيسامحش في حقه، شعب ما كيعيش الذل وما عمره يرضى بالذل اللي عاشوه المغاربه، لا سواء مع الاستعمار. الشعب الجزائري قدم 1.5 مليون ديال الشهداء، هذه تكفيه للاعتراف ورفع القبعات للشعب الجزائري، باش ما تبقاوش تحمقونا حنايا. حنا اللي كنحاولوا نديروه هو ان ما امكن نرفعوه من مستوى الكرامه ديال المغاربه، كنحاولوا ما امكن نجيشوا المغاربه باش على الاقل يستردوا الكرامه ديالهم المهضوره، ويهزوا راسهم اللي تحت السقف ديال الدل، يعني سقف حادر بزاف، ماشي غير شي شويه. ربما يكونوا الجزائريين كيعيشوا بعض الظروف الصعبه بعض المرات، لكن الا كنعرفوا غير مع الربيع العربي، خرجت الجزائر اعطات بدائل ماديه صحيحه للشعب الجزائري، ماشي بحال المغرب خرجوا بدستور ورقي. وبالعكس الانتكاسه رجعت للور، حتى المكتسبات اللي خداتها يعني مجموعه ديال الحركه اليساريه اللي انتزعت مجموعه ديال المكتسبات في وقت معين، جينا من بعد الربيع العربي او من بعد الخريف العربي، سميه كما شئت، ورجعونا اللور. الحاله دابا الان اللي كنعيشوها من اعتقالات ومن اغتصابات داخل السجون ومن تعذيب داخل السجون، ومن القهر ديال الشعب ديال الريف، ومن القهر ديال الصحفيين، ومن القمع ديال الصحفيين والاصوات الحره، هذا الشيء هذا ما كيعيشوش في الجزائر. ولا ويعني ما يمكن لكش ولا وجه للمقارنه بين المغرب والجزائر.